تحت رعاية سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان الخليفة التعليمي الخيرية، أقيم الحفل السنوي التاسع لجائزة الشيخ محمد بن عبد الله للبحوث الطبية لعام 2015، والذي نظمته قوة دفاع البحرين ممثلة بمستشفى الملك حمد الجامعي بحضور معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للصحة، ومعالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب، وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الصحة ومستشفى الملك حمد الجامعي، والفائزين بالجوائز بالإضافة لحضور نخبة من الشخصيات الرائدة والقيادات الطبية بمملكة البحرين. وبهذه المناسبة تفضل معالي رئيس المجلس الأعلى للصحة بإلقاء كلمة ترحيبية بهذه المناسبة، أكد فيها على أهمية الأبحاث العلمية وما تعكسه من قدرات علمية وفكرية، منوها معاليه بأن الجائزة هي تقدير واعتراف بالجهود التي بذلها الفائزون فيها الذين تمت مكافأتهم عليها لجهودهم البحثية، وتمنى أن تكون مصدر إلهام للآخرين وتحفيزا لهم في توسيع مداركهم وآفاقهم العلمية دون التوقف عند حدود معينة، مشيدا بكل الجهود المبذولة التي قدمت في سبيل تقديم مثل هذه الفرص الكبيرة للمتميزين في مجال البحث العلمي والطبي. كما قام معاليه بتوزيع الشهادات والجوائز على الفائزين 10 لأفضل بحوث طبية خلال عام 2015. من جهته أكد الدكتور جعفر البريق رئيس تحرير مجلة البحرين الطبية أن جائزة الدكتور محمد بن عبد الله آل خليفة للبحث الطبي التي تقدمها مجلة البحرين الطبية تعد من أهم الأحداث الطبية التي تقام بمملكة البحرين، خاصة وأنها تشهد حضور نخبة من رواد الطب وأبرز خبراء الرعاية الصحية للاحتفاء بالأطباء والباحثين الذين ساهموا في رفع مستوى الخدمات الصحية والطبية من خلال بحوثهم المتميزة. وقد تم استعراض البحوث 10 الأولى التي حصدت الجوائز والمتوحمرة حول آثار التعرض القصير الأمد للحقول الكهرومغناطيسية على تركيز الكالسيوم في مختلف مناطق الدماغ لدى الفئران ودور حاجز قناة الكالسيوم ومرض السكري والأمراض الناجمة عنها وجراحات علاج السمنة المتطورة باستخدام المنظار، فضلا عن بحوث مرحلة ما قبل التحليل لجمع عينات الدم وصولا إلى بحث مقارنة بين العلاج بجرعات منخفضة والعلاج بالجرعة المعتادة. دائما ما يثبت المنطق أهمية البحث العلمي ودوره الحيوي في نماء العقول وتطور قدراتها المعرفية وحتى ازدهار تلك المجالات التي تحتويها. والنسخة 9 من جائزة الدكتور الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة للبحث العلمي تأتي لتؤكد من جديد نجاعة مختلف الأبحاث العلمية في تهيئة الكوادر البشرية الطبية للوصول إلى أكبر قدر ممكن من المعرفة الدقيقة المثمرة التي تكفل أفضل الممارسات الوقائية والعلاجية للإنسان. العلم والتعلم هو الذي يرتقي بالأمم ويرتقي بالشعوب ويرتقي بالمؤسسات، والتعلم في المجال الطبي والتعليم هي طبعا يقوي من القدرة للمؤسسة الطبية على الخدمة الطبية وعلى تقديم أفضل الخدمات للمرضى. الاطلاع والنظر وحتى معاينة كل جديد قد طرأ على كيان هذه الجائزة كان محل اهتمام ومتابعة من قبل من شارك من الجهات الرسمية التي حضر ممثلوها ليبدو ذلك الانطباع الإيجابي حول ما أحدثته جائزة الدكتور الشيخ محمد بن عبد الله آل خليفة للبحث العلمي من زيادة لحجم التنافسية بين رواد العمل الطبي الراغبين في التسلح بأدوات بحثية تختصر عليهم الطريق نحو إنجاز هم طامحون لتحقيقه وبأقل التكاليف. هذه البحوث تساعد كثيرا على تنمية الخدمات الطبية وتساهم في المعرفة في الأبحاث الطبية. احنا في مجلس النواب دائما نشجع الشباب على مثل هذه البحوث ونساهم من خلال المقترحات ومن خلال المشاريع في الخدمات الطبية على أساس أن هذه الخدمات الطبية تساهم في ارتقاء المجتمعات. بحوث علمية
استدلت طريق الفوز بشكل سلس، فالعناوين التي حملتها تدل على زخم وجدية القضايا الطبية التي عمدت إلى توجيه الأنظار نحو مخاطرها وكيفية إيجاد الحلول الكفيلة ببطلان امتدادها. الفرق ما بين الطب في هذه المنطقة والغرب هو البحوث. من خلال البحث تستطيع تطوير الخدمات الصحية، بدون بحث طبي لا تبقى الخدمات الطبية على ما هي، لا يمكن اكتشاف أي دواء جديد أو أي عملية جديدة بدون بحوث. البحث العلمي سلاح الدول التي تنشد تفوق أفرادها ونماء قدراتهم العلمية والفكرية والسلوكية وتحقيق الرفاهية المقننة لهم. جائزة خصصت لتلك البحوث العلمية التي تثري المجال الطبي بجملة الأفكار القابلة للتطبيق. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات.